هو انتوا عاملين عزومه النهارده ولا ايه؟ احلى النهارده عندكم عزومه؟ احلى عرض موت. طب ثانيه واحده، انتوا مش عاملين فيديو امبارح داخل في 50,000 مشاهده وعاملين عروض امبارح؟ احنا هنعمل عروض كل يوم؟ كل يوم عندنا كل يوم عروض عشان 70 ناريكس يا ريس. ما هو كل يوم عروض. انتوا بتبيعوا ببلاش مثلا؟ شغل ضرب نار، شغل ضرب نار. لازم نفرج الناس كل يوم. محبينك يا ريس. لا ما انت يا باشا، الناس كلها على دماغنا. بس الناس بتعمل ايه؟ لايف كل اسبوع، ايش عارف ايه الكلام دوت. انتوا تعملوا فيديو كل يوم، وفيديو امبارح اساسا كله 7 دقايق يعدي ال 50,000 مشاهده. انتوا جبابره جبابره. عندنا ايه النهارده؟ احلى عروض موت. عندنا عروض موت. الاكليريك، المجات الاكليريك اللي ضد الكسر. يعني بصوا، يعني بقى سيبك بقى من الازاز ده، حراري تحط فيه شاي عادي خالص، وتحط فيه قهوه عادي خالص، وضد الكاس، وحلو بقى للاطفال عشان الاطفال ما تكسرش الازاز، وخامه حلوه وشفافه وزي الفل. وكام بقى ده بره بقى؟ ب 35 و40 جنيه البتاع ده. احنا هنبيع بكام؟ ب 20 جنيه. طب اقول لك على حاجه حلوه، المج من ده او الفنجان من ده ب 15 جنيه 15 جنيه الفنجان او المج، المج الاكليريك البيور ب 15 جنيه القطعه الواحده. طب عندنا ايه اكليريك تاني؟ عندنا بولات. البولات دي بولات شوربه، شوربه حراري برضو، واكريليك برضو محترمه قوي، وضد الكسر برضو. موجود منها الشفاف، وموجود منها الالوان، ثلاث الوان، موف وتركواز ونبيتي. حلو قوي، حلو الالوان دي قوي، والشفاف احلى واحلى كمان. بكام يا معلم؟ ب 20 يا عم. ما احنا قلنا بقى 15 برضو زيها زي الايه؟ زي البتاع ده، المج والفنجان. طب عندنا ايه تاني بقى يا باشا؟ كده الاكليريك، المج، والفنجان، والبولات. طب عندك ايه هنا بقى؟ ده 6 كوبايات، مش كوبايه، ده معيار يا باشا، ده معيار. بص معيار، ومج كمان، وليه بوز اهو، ده كوز ما شاء الله. ايه الحلاوه دي يا عم؟ بكام يا معلم؟ ب 35 جنيه 35 جنيه الستة ولا الواحد؟ الستة ب 35 جنيه. لا يا عم، انا اقول لك حاجه حلوه برضو عشان احنا فتحنا الفيديو بقى وعملنا العرض. 25 جنيه الستة المعيار ابو بوز، الكوز ابو بوز. الستة ايه؟ الستات. طبعا. ماشي. دول بقى، دي كوباية، 12 كوباية قلنا بكام؟ ب 45 جنيه 45 جنيه. ازاي يا ريس؟ ازاي يا ريس؟ ال 12 ب 45 جنيه، قول الثلاثة مثلا ب 20 جنيه. احنا عندنا بنعمل ب 12. طب أقول لك حاجة حلوة، أقول لك حاجة حلوة، الستة ب 20 جنيه. تاخد ستة بقى من أي شكل زي ما أنت عايز، عايز تشكلهم، عايز تلونهم. يعني ال 12 كوباية ب 40 جنيه، يعني الستة ده البيور. الستة ب 20 جنيه، يعني الثلاثة ب 10. الثلاثة ب 10. يلا. طب ايه تاني؟ الله، ايه طبق الفاكهه الجامد ده؟ طبق فاكهه كبير ما شاء الله، وبيور برضو، حاجه محترمه. وبصوا عليه برضو، ايه، مثلث 5 وميكروويف. بس طبعا محدش هيدخل بتاع ده كله، كبير قوي على الميكروويف ده. والمفاجاه في السعر. بكام بقى يا معلم؟ المفاجاه في السعر. بكام يا عم؟ ب 20. انت ب 20 وبتعملها لي كده وتقول لي ب 20؟ ب 15 جنيه زيه زي اخواته. 15 جنيه طبق الفاكهه، 15 جنيه طبق الفاكهه. طبعا احنا مش هنعيد على الاسعار تاني، خلاص انتوا حفظتوها. عندنا جهاز لقمه القاضي، هعمل لك فيه سعر ب 40 جنيه، هعمل لك فيه سعر خرافه. جهاز لقمه القاضي عام 25 جنيه بس. الله عليك. اللي عايز اي حاجه يا جماعه من اللي احنا بنعرضها النهارده يطلبها على الرقم اللي قدامكم على الشاشه، ويا ريت تعملوا لايك للفيديو عشان يوصل للناس كلها. وتعالوا نكمل بقى. قلت لي كام بقى يا معلم؟ دي ب 35 35 جنيه فردت العجين الخشب 35 جنيه. طب اقول لك على حاجه، ما انا ما تنفعش تعدي، هقول لك على حاجه، 25 جنيه بس فردت العجين الخشب. الناس اللي طلبت بتاع المج، عرض المج الجود مورنينج، ده طلبوه تاني. الناس بصراحه احنا طول الاسبوع والناس بتطلب مننا عرض الجود مورنينج يرجع تاني، فاحنا ما نقدرش نزعلكم طبعا، ما نقدرش تطلبوا مننا حاجه ونقول لكم لا. الستة ب 60 جنيه والواحد ب 10 جنيه لحد يوم الخميس. لحد يوم الخميس ان شاء الله. الستة ب 60 جنيه والواحد ب 10 جنيه بس من مج جود مورنينج القهوة. اهو قهوة عشان الناس تفتكروا شاي، هو قد ايدي اهو. قهوة الحقونا. عندك ايه تاني يا معلم؟ ابو 25 جنيه قواعد الغسالة اللي ب 25 جنيه، الاربع قطع ب 25 جنيه. ينفع تعدي مني كده ب 25 جنيه؟ ينفع؟ ده شفاطات كده يا جماعه عشان ايه؟ تمسك في السيراميك ما تحركش الغساله. شفط الاول. يعني لو انت مشغله الغساله وبعد شويه بتطلعي تلاقيها طلعت الصاله، لا دي بقى تثبتها لك بقى في الارض. انا كنت في الصاله كده طالعه من الاوضه. ايوه دي ثبتت. ثبتت عليك نور، زي ما حارس بيقول لنا كده، الاختراع ده ب 20 جنيه بس بدل 25 جنيه. ده
طب علب الميكرويف بقى دي دورين تيكي تاكا كده. ادي واحد، افتح محمد معاه. افتح اتنين علبه ولا ثلاثه؟ اتنين علبه. كانوا بكام بقى يا معلم دول؟ ب 75 جنيه. كام؟ ب 75 جنيه. 75 جنيه. طب عامل لك عرض سعر حلو قوي قوي قوي. الاثنين يعملوا 40 جنيه. 40 جنيه؟ راضيين؟ مرضيين؟ 40 جنيه. انت مالك؟ انت ترضى ولا ما ترضاش؟ هو ب 40 جنيه. 40 جنيه الاثنين، قطعتين، بيدخل ميكرويف برضه، ومثلث خمسه وصحي. وحاجه محترمه قوي، وفي منه اللون الاورنجي كمان. طب عندك ايه تاني يا معلم؟ اللي خلص خلاص، السكينه الباص رجعت تاني، وهعمل لكم عرض حلو قوي النهارده، بدل 40 ب 35 جنيه، سكينه الباص الاصليه. الباص الاصليه، السكينه دي حاميه قوي عن تجربه، وعندي منها في البيت، يد جلد اهي. حاجه محترمه قوي، 35 جنيه. عندنا ايه تاني يا معلم؟ ابو 55 جنيه الولاعه الشرز الاصليه، ابو 55 جنيه، هنعملها ب 50 جنيه النهارده. الله عليك. يلا يا عم. 50 جنيه الولاعه الستانلس ستيل الشرز. الشماعات الاطفال نازله من 20 جنيه، هنزلها ب 12 جنيه ونص بس النهارده. الباكت فيه 6 قطع شماعات اطفال، 12 جنيه ونص. خامة بيور ضد الكسر كمان، يعني بصوا ايه انا ماسكها في ايدي ضد الكسر. 12 ونص. 12 جنيه ونص بس. الله عليك يا ريس على العروض. طب ايه ده بقى يا معلم؟ عصيان السوشي. عصيان الشوشي اقول كده؟ الصينيين. لا عصيان ايه؟ السوشي. السوشي السوشي. عصيان الشوشي. عصيان الشوشي. هات يا عم عصيان الشوشي. السوشي. اطلع بالكارت كله. ده بقى العاج مش الخشب. دي العاج. دي ما بتترميش. جامده جدا. بصوا بعدين، بص الحليه الذهب دي. بص الحليه الذهبي دي، حاجه محترمه قوي دي. تتغسل وتشتغل على طول. وده بكام يا معلم؟ ده ب 45 جنيه. لا هعمل لك عرض حلو قوي النهارده. برضه يا ريس؟ تمام. الباكت واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، خمس ميجوز، خمس جواز. اثنين في خمسة بعشر. 35 جنيه بس، النهاردة بس. النهاردة بس. النهاردة بس. النهاردة بس. طب وده إيه ده يا معلم؟ ده بتاع معجون أسنان وفرش. وريني وريني وريني، أشوف كده. ده حامل المعجون وحامل الفرش الاثنين مع بعض، معاهم الدبل فيس بتاعهم. معاهم كل وريني. طيب أشوف. أيوه الدبل فيس، قطع الدبل فيس بتاعتهم. ودي يا عم خلاص ماشي. ودي دي بتاعت المعجون. ايوه تحط المعجون وتضغط عليه من هنا بالفرش. بالفرش ينزل على الفرش. ودي بتاعت الفرش. بكام بقى يا معلم؟ ب 40. 30 جنيه. 30 جنيه لحد يوم الخميس. الله عليك. 30 جنيه. يلا يا عم. عندنا ايه تاني؟ ايه ده بقى يا باشا؟ ايه ده؟ وده الفلتر بتاع الحنفيه يا ريس. وريني كده يا عم كارت الحنفيه ده. ايه الكارت اللي الفلتر؟ فلتر المروحه بالافيز بتاعه. طب شد دي كده، ارفعها لفوق. ايوه شد شد شد. الله. ايوه حلوه التكه دي. ومعاها الافيز بتاعها ايه؟ محترمه قوي. كانت بكام بقى دي؟ بتنقي الميه. بتنقي الميه كمان. فيها حاجات فلتر. ايه بتنقي الميه بكام بقى؟ ب 35 جنيه. طب نعملها لك عرض حلو، 25 جنيه لحد يوم الخميس برضو. الله عليك. الله عليك. اللي بعده ما تقولوليش نعمل فيديو تاني بكره، عايزهم فيديوين حلوين بالاسبوع. والله ما هنزعل زباين. افتح كده يا عم، افتح افتح. مش هنزعل زباين. يلا اخر حاجه معانا النهارده ايه بقى يا معلم؟ ايه بقى يا معلم؟ التلج. جو نار. خلاص دي خلصت. اللي بعده وريني بقى. افتح كيس الباكت ده، فيه 10 كياس. الكيس اهو عباره عن مربعات. ممكن اعمل مربعات. هتنفخ ماشي. ده بيتملي ميه من الحنفيه، وبعدين هي بتحط كلها في فريزر، بتعمل مكعبات تلج مربعات. ايوه بص بص عملت مربعات ازاي. بص مربعات هوا. احنا بقى بنملاها بنحطها بوزها في الحنفيه، بتتملي كلها مربعات تلج. الكيس فيه 10 قطع ب 15 جنيه صح؟ طب احنا هنعمل لك عرض حلو. النص بالنص 50% ب 7 جنيه ونص. الكيس ال 10 قطع ب 7 جنيه ونص. بصوا مربعات ازاي؟ الكيس فيه 10. وكده عروض النهارده خلصت. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وشير لكل اصحابكم وحبايبكم. نشوفكم على خير الفيديو اللي جاي. سلام.